هل أنا الوحيدة التي لم تكن تعرف كم هو ممتع اليوم الوطني السعودي؟ إنه اليوم الوطني السعودي. انظروا إلى هذه الوجوه السعيدة. أطفالنا يرتدون الأبيض والأخضر ويرفعون أعلامهم بفخر. يغنون الأغاني ويرقصون، بل ويصنعون أشغالاً يدوية تظهر حبهم لوطنهم. أيها الآباء والأمهات، انضموا إلى المرح، شاركوا قصصاً عما يجعل المملكة العربية السعودية مميزة. دعونا نحتفل معاً ونجعل هذا اليوم لا ينسى لأطفالنا. عيد وطني سعيد للجميع.